السعودية إلزام المحامين بالدفاع عن محدودي الدخل مجانا. كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن إعداد لائحة جديدة تقضي بإلزام المحامين بالترافع عن محدودي الدخل مجانا. ووفقا للائحة التي يتوقع صدورها قريبا، يلتزم كل محام بإفادة الوزارة بترافعه في 9 قضايا على الأقل سنويا، على أن تتعدد المعونة القضائية لتلك الشريحة ما بين استشارات والدفاع أمام القضاء ومتابعة المحكمة.